مع ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة بعدد من ولايات الجمهورية، قررت ولاية بنزرت إيقاف جميع الرحلات السياحية المتوجهة إلى مختلف شواطئ الولاية بعد أن رصدت الأجهزة الرقابية غيابا تاما لمختلف إجراءات الوقاية الذاتية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف كاتب عام ولاية بنزرت حمادي بن عمر. أهلا بك. اهلا وسهلا ومساء الخير بكافه متتبعي ومشاهده قناه حنا بعض. سي حمادي في البدايه لو تعطينا فكره حول الوضع الوبائي بالجهه وعدد الحالات المصابه بفيروس كورونا. بالنسبه للوضع الوبائي الحمد لله في ولايه بنزرت مستقر فماش حالات جديده، ما تبقينا احنا نتيجه ارتفاع درجه الحراره في الفتره الاخيره شاهدنا توافد العديد والعديد من المصطفين، ناهيك انه في عطلة نهاية الأسبوع نوصلوا حتى ال 30 ألف ولا 25 ألف طيارة تدخل مدينة غار الملح، شواطئ سيدي علي المكي، شواطئ رفراف، مدينة شواطئ ولاية بنزرت، شواطئ جميلة يرتادها جميع المصطفين من تقريبا من خاصة من تونس العاصمة يتوافدون عليها تدريجيا. ولكن الهدف الأساسي احنا لخذيناه هو توقيا من خطر العدوى لفيروس كورونا وهذه الجائحة، قررنا إيقاف الرحلات الغير منظمة والرحلات العشوائية، وذلك ليس الهدف الأساسي قطع أرزاق العاملين في القطاع من أصحاب وكالات الأصفار والناشطين في مجال التنقل والنقل بأنواعه الذين يحترمون إجراءات الصحة العامة والإجراءات القانونية المعلومة بقدر ما يندرج ضمن معناتها إجراءات استباقية خاصة بتأمين صحة المواطن اللي أكثر حاجة واحد يخمم فيها يلزم هي صحة المواطن من تداعيات جائحة كورونا، وبالتوازي مع إجراءات تنشيط الدورة الاقتصادية اللي نعرفوا أنه بعد الحجر الصحي والمناطق هذه ديما تقتات في 3 أشهر نتاع الصيف خاصة مدينة غار الملح اللي ما يتوفرش فيها مناطق صناعية أو معامل أو غيرها، شبابها يحب يقتات من البحر في 3 أشهر. احنا نحاول كيفاش نوفقوا بين الجانب الصحي وحماية الأفراد من تداعيات الفيروس وكذلك نشطوا الدورة الاقتصادية، وهذاك علاش قررنا معناتها إيقاف كل الرحلات العشوائية وغير المنظمة. الجانب الثاني إيقاف الرحلات التي لا تحترم إجراءات البروتوكول الصحي توقيا من جائحة فيروس كورونا، وإيقاف ظاهرة الأشخاص الذين يمتهنون صفة وكالات أصفار لتنظيم رحلات معناتها متوجهة لشواطئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لقينا الناس كل ولاية تعمل نشيط في الفيسبوك وتدعو الناس إلى رحلات وهذه رحلات غير منظمة، احنا ديما نلوجوا على الترافابيليتي، نلوجوا على أنه تبدا منظمة فيها ناس معناتها تحترم إجراءات الوقاية الصحية، ثم أنه معناتها إجراءات يبدو الترافابيليتي نتاع الأخيان هذوما والناس اللي جايين يصطفوا مرحبا بهم، ولكن على الأقل لا قدر الله وصفني تتقع عملية عدوى ولا كذا يلزمنا نصلي عندنا الأرشيف وعندنا إجراءات معناتها ناخذوها من بعد. وكذلك معناتها أدعينا كل المصالح ومن حملات تنفيذ لتنفيذ حملات رقابية مشتركة والأجهزة الرقابية من صحة نقل سياحة والحملات خاصة راهو ما يقتصرش على النقل فقط أو هذوما الوافدين للسياسة، كذلك المحلات المفتوحة للعموم داخل الشط من ليكابان وغيرها من الناس اللي يستعملوا في الوسائل هذه للمشروبات، فانه قررنا معناتها زاد تكثيف الحملات الدوريه وحث الناس هذوما على الاحترام الاجراءات والبروتوكولات الصحيه في مجال مكافحه كورونا، وان شاء الله صدمي الاجراءات هذه ربي يسترنا من هذه الجائحه ان شاء الله. واضح. الى جانب تطبيق هذه الاجراءات، في حال تطورت الاوضاع هل هنالك امكانيه لغلق منافذ ولايه بنزرت؟ هو بس في الحقيقه احنا قاعدين نتبعوا استباقيين توا خذينا والحمد لله ما فماش توا قاعدين نكثفوا في المراقبه، ولكن في صوره ما يقع معناتها بالتوازي تدريجيا المرور الى درجات اخرى من الاجراءات اللي نحاولوا باش ناخذوها بالاتفاق مع الاخوين الكل ولجنه مجابهة فيروس كورونا ولجنة مجابهة الكوارث في ولاية بنزرت اللي هي منعقدة بصفة دورية، قاعدين نتبعوا في الوضع الوبائي خاصة في إذا كان ثم بؤر جديدة أو غيرها من هذه الأشياء، فإنه سيقع اتخاذ إجراءات تبدأ تصاعديا إلى حين، وإن شاء الله هذه نتمناه، وإن شاء الله هو الصيف ضيف كما يقولوا، وإن شاء الله
في ساعه معناتها خاصه ماك تعرف درجه الحراره ارتفعت والناس ولت معناتها ترتاب في الاصطياف وتعرف وماذا بيه ننصح له خيال انه على الاقل ما معناتها في الويكاند اللي واخذين عطل سنويه انهم يجيو وسط الاسبوع بدايه الاسبوع من اي يوم الاثنين الى الجمعه ثم يخليه للناس اللي تخدم على الاقل الويكاند باش ما يقعش الاكتظاظ على شواطئنا وخاصه شواطئ غرب سيد علي المكي اللي يرتادها العديد من المصطفين. وان شاء الله معناتها نتمنى وان ربي يسترنا من هذه الجائحه واحنا قاعدين معناتها في باتصال مع كافه الشرطة الصحيه. واضح. إذن حمادي بن عمر كاتب عام ولاية بنزرت، شكرا لك على هذا التوضيح.